أهلا يا سامي. يا هلا بالغالي بن واف، يا هلا. هلا بك. والله فكرة الاتريبيوت فكرتك حلوة، ولكن أنا أتوقع شوف، الاتريبيوت هذا يعني أعتقد لأن تعودوا عليه على كذي. يعني أنا إذا بيسوون نفس اللي أنت تقوله راح يصير حلو، تقريبا نفس سينما 4D مسوين الطريقة اللي انت تقول عنها تقريبا كذي، راح تصير حلوة صح. انما أنا مسوي صورة بالفوتوشوب قاعد أقطع والصق في الأتريبيوت وأرسلتها لأوتوديسك بس ما شافتها، بس لو أنتم يعني تسووا إعجاب بالمنشور اللي أنا بسويه ممكن أوتوديسك تشوفها وتعتمدها. اي والله يا ريت، بالعكس شيء حلو. بس هذا يدش بال يسمونه جي يو اي مال المايه، وعشان يغيرون جي يو اي لازم يغيرون الفيرجن. ايه اي يعني يعني صعبة شوية. اي يعني مو صعبه عليهم، بس انه تغير فيرجن يعني أن أي شيء يعني بالمنيو والجي يو اي هذه اللي هي القوائم ملوته وهذيل لازم تغير الفيرجن. ما تدري يمكن ينزلون على الفيرجن الجديد. إن شاء الله. إن شاء الله. عموما أنا لقيت طريقة الاي دي هذه اللي بالأرنولد. نفتح المشهد. طريقته هم تختلف عن الفيري، يمكن في طريقة نفس الفيري للحين ما بحث فيها، إنما لقيت في طريقته حلوة بصراحة أنا عجبتني. يعني بالفيري خلينا نقول هذيل الثلاث ألوان، بالفيري مثلا أدش على كل ماتيريال، يعني إذا هذا أحمر مثلا وعندنا مثلا اي شيء ثاني نفس الماتيريال ماخذ، فاعطي الماتيريال هذا اي دي، دش على اتريبيوت هني تلقى فيه اي دي، تعطي اي دي خاص فيه، وتروح على الثاني تعطي اي دي، وتروح على الثالث تعطي اي دي، وتروح على هذا وتعطي اي دي، عرفت؟ تعطيهم كل واحد اي دي. هذا بالفيري. انما المختلف في الارنولد انه يسوي هو يسوي اوتوماتيك، عرفت؟ يعني لكل شيء يسوي كل الكل، يسوي الكل ما يحدد. يعني يمكن فيه انا ما ادري يا حبيبي، اي يمكن فيه، يعني يمكن فيه انك تقدر تحدد. يعني هي هو شوف عيب ومو عيب، يعني مثلا انا ما بيحدد، مثلا انا يعني ما ابي احدد يعني الحاله، اي انا ما بيحدد، يعني لو في اي دي يعني سريع ما يهم اللون، اي ما يهم اللون، اي دي هو يوزع. الحين خلينا نشوف شلون يسويهم. هو الحين اعطي الرندر، شوف هني انا مسوي اوبجكت اي دي، شوف هو عطاهم كل الاجسام، يعني معنا هذا مع هذا نفس الماتيريال الا انه سواه لون ثاني. يا حبيبي بدون ما اتعب، بدون ما اسوي اي شيء، يعني عرفت شلون؟ بدون ما اقول له والله ابي هني تسوي لي هذا او تسوي لي هذا ما ادري شنو، لا خلاص يفهم ان هذا الباسز هذا كله اي دي، ما له علاقه شنو بتحط انت. الحين خلينا نسوي تيست سريع، لانه حتى شوف انا سويت تيست، شوف المشهد شلون صغير، المشهد ما في شيء، يعني ثلاثة سفير وارضيه بس مع بوينت لايت واحد، حتى مو فاتح الجي اي، مو فاتح قصدي هذه هني اللايت سكاي شادو لايت سكاي دوم لايت مو فاتحها، بس الرندر يعني اخذ وقت. يعني شوف هني، شوف كم ماخذ وقت، 3 دقائق، هني دقيقة، هني دقيقتين، هني هذا ما خلص بعده، فوايد تو ماتش اوفر. يعني ما ادري ليش، هل في عندي انا شيء غلط قاعد اسويه؟ ما ادري، هذا نخليه حق بعدين نشوف شنو مشكلته. المهم الحين خلينا نشوف شلون نسوي
الاي دي هذيلا. يعني الحين لنسوي جديد هو عموما هنجيب احنا السيارة خلينا نشوف. بس يا ابو نوف ابي اسالك، الخامات اللي بيجيبها الالوان هل هي يعني متطبقه في الهايبرشيد ولا هي مش موجوده هالخامات اساسا؟ اي خامات قصدك؟ هو الالوان؟ مش جايب الوان؟ ايوه المفروض في خامات في الهايبرشيد. لا صدق هذا الغريبه. هذه والله قوته حلو. اي انه هو يشوف كم اوبجكت عندك ويحط لهم هو الالوان. يعني شوف خليني اجيب السياره الحين، انا بجيب السياره بشوف شلون يسوي فيها. وين السياره؟ شنو فتحت انا اليوم؟ نقول له اوبن اياها. شوف هذه السيارة، هذه مثلا خلينا نشوف أول شيء هذه شنو، أرنولد ولا أرنولد؟ خليني بالأرنولد. ضرب حلو. هذه لدانا. اي لان الظاهر، لان لا انا ما اقدر احكم على هذا لان عندي كرت الشاشه مو اوكي. يعني حتى يوم امس اقول لكم انه ما يطلع على الفيو بورت، ما يطلع طلعت شاشه عندك الماي. لا نحط الماي وين؟ اوكي اوكي الحين تمام اوكي. امس يوم قاعد اقول لكم عن اذا حطيت انا ترانسبيرنسي مثلا شيرا وبي ان جي ما يطلع عندنا هني بالفيو بورت. لا هو يطلع، صدق انه يطلع، بس انا عندي شاشه تعيس يعني ما يتحمل. بس هو يعني جربت انا بالشركه شغال معاي تمام وسريع اصلا ال الفيو بورت ماله، يعني هذا اللي هني حده سريع يعني. فما نبي نحكم عليه من اللابتوب مالي هني. ان شاء الله بعد رمضان اكون انا جربت الرندر فارم ان شاء الله. الله انا اشوف هذا بس وين السياره. انا سويت سياره ما ادري وين حطيتها. يمكن بالماش. لأن أبي أجرب على شيء في كذا خامة أفضل. هذا لابتوبك الشخصي مليان ملفات، فما بالك لابتوب الشركة كيف بيكون؟ اوه لا صدق لابتوب شركة ما اجرب عليه كذي. ما احط عليه لا غير ذاك دائما اخليه يعني نظيف. يعني شوف الحين خلينا نسوي مثلا عليه كلها. هذا شنو الخامة هذه؟ لا والله AI هذه ممتاز. اوكي خلينا نجرب. اوكي لا صح مسويها. هذه الحين نبي نسوي اي دي. شوف الحين هني هذا ما عندكم اياه انتم بالماك الفيرجن القديم. الفيرجن الجديد فيه هني يفتح لك الباسز اللي مسويهم انت.
طبعا هذه كلها مو موجوده بالقديم. فالحين اذا بنحط نسوي الاي دي، خلينا نسوي الاي دي، شلون نسوي الاي دي؟ نروح على السيتنج نقول له نبي ارنولد. طبعا عرفنا الباسز يكون هنا على الاو في. نسوي كاستم نفس ما سوينا الكلوجن، نقول له اد كاستم ونسمي اي اسم. طبعا احنا بنسوي حق الاوبجكت اي دي، حط له كذي اوبجكت اي دي، اي اسم تقدر تسميه. ونقول له هني سيلكت او بي. هذه نفس الطريقه اللي الحين اللي سويناها حق الكلوجن. بالكلوجن حطينا هني امبيانت كلوجن. هني الحين راح نستعمل شيدر ثاني جديد اسمه اليوتيليتي، اي اي يوتيليتي، اللي هو مال الارنولد. هذا ممتاز، وفي في تقدر تستعمله كذا شغله، حتى تقدر تستعمله كاكلوجن بعد. يعني شوف نطلع الحين، لاحظه هني موجود اي اي يوتيليتي، تسحبه ميدل ماوس وتقطه هني بالديفولت شيدر، يروح اوتوماتيك على هني. هني في الشيد مود، شنو تبي الشيد مود؟ هني موجود لامبرت او فلات او امبيانت كلوجن. لاحظ هذه موجوده امبيانت كلوجن وفي بلاستيك. انا ما جربت الامبيانت كلوجن، شفتها اوكي تعطيني، خل اجربها. ايش اسمه الحين حطيت انا امبيانت كلوجن، خلينا نشوف الامبيانت كلوجن شلون طلع لنا اياه. نسيف نروح على الارنولد ريفيو، نلاحظ الحين قاعد يسوي هو البيوتي. هني اذا فتحنا راح نلقى اوبجكت اي دي، نفتح عليها نلاحظ هذا، شوف هذا الكلوجن، هذا الكلوجن الديفولت ماله. جدا ممتاز، جدا ممتاز، وافضل من الكلوجن اللي بالمنتري او بالفي راي. قول لي ليش؟ لان في شغله بالكلوجن يفضلونها، انه يتعامل الكلوجن مع الاضاءه، بحيث انه اذا في اضاءه يتعامل معاها ويؤثر كثير هذا بالباسز مال بالكومبوزيت. فانت اذا عندك اضاءه هني والكلوجن هني مو متاثر من الاضاءه اللي موجوده يمه، راح يسوي لك شويه ديفورمز، يعني يبين لك شغله مو منطقيه يمكن ما تحسها بالعين او ما يحسها الانسان يعني غير مصمم. لا، في بعض المصممين يقول لك لا، في لايت هني والكلوجن مو متاثر، فهذا يسوي لك الشغله هذه، يعني يتاثر. يعني شوف في هني ليت فوق هني، شوف صاير ابيض وايد، متاثر من الاضاءه اللي جايه مني، وهذا المطلوب، هذا لازم يصير كذي الكلوجن عشان يعطيك نتيجه حلوه. المهم الحين احنا حطينا الامبيانت كلوجن بالشيد مود، نقول له لا نبي فلات. لاحظ ان سوالنا اياه فلات، ما في اي شيء. نوقف الريندر عشان لا يحتر الجهاز. الحين سوالنا اياه، حطيناه فلات، احنا ما سوينا للحين الاي دي. فشون نقول له نبي الاي دي، وين موجود؟ بالكلر اللي تحت الفلات. طبعا في بلاوي هني، شغلات كثيره اكيد لها يعني شغلات حلوه، بس احنا نمشي خطوه خطوه معه وناخذ اللي مفيد. هني موجود اوبجكت اي دي، هذه هي اللي تعطي. نشوف بس نحط هاي، نلاحظ انه سوالنا اياهم. قول امانه والله ما شاء الله. إيه بس شنو العيب؟ شوف الحين العيب بين، شوف الحين انا عرفت العيب. العيب انا يعني ما جربته من ساعه سياره، الحين عرفت شنو. يعني مثلا انت الحين وديته على ال نيوك، تبي تغير لون السياره، تبي تغير لون السياره الاصفر يصير احمر. الحين شلون شو تسوي هني؟ اذا كل اوبجكت ماخذ لون، فهني راح تتوهق انت، الا تسويهم كلهم وان اوبجكت. يمكن خلينا نشوف، نسوي لك كومباين، خلينا نسوي لك كومباين. بالعكس يا ابو نوف، هذا مش عيب. لا لا لا، هذا
لا بالعكس يعني انا مثلا الباب ما في كومباين, هو الحين سوينا كومباين وصار اوكي شوف سوونا اياه الحين حتى هذه الحين مثلا هني وردي سوينا كومباين مع هذا هذا مع هذا جي شوف سوينا اياه لون واحد اوكي تمام بس مثلا انا مرات انا ابي الباب مفصول عرفت قصدي ابي الباب مفصول ممكن تسوي له اد بالنيوك تقدر تقول له والله عطني اللونين هذيله وغير لي اياهم لون الفلاني ممكن بس هذا شغل يصير شغلين بس انا اتوقع اللي يسوي الشغله الاصعب اللي مساع شفناها سوى كل الاوبجكت كل اوبجكت لون اكيد سهل عليه يسوي كل ماتيريال لون اكيد يعني الحين احنا قلنا اوبجكت اي دي خلينا نقول اذا لنقى يمكن نلقى ماتيريال اي دي نفس ما موجود بال ثيري خلينا نشوف خلينا نرجع مره ثانيه على ال نقول له select هذا هو اليوتيليتي نروح عليه هنشوف هني موجود object id هنشوف شنو بعد موجود id primitive id و uniform id هنجرب واحد واحد لا مو هذه ما ادري شنو اللي تحتها هم نفس الشيء ما اعطاني ما في اي اي دي اوبجكت اوبجكت عادي سوينا اياه نفس اوبجكت اي دي ايدج لينث لا فلات جريد ريفليكشن شغلات عجيبه بصراحه هذه نمبر اوف لايت هذا النورمال طبعا هذا النورمال هذا ما ادري جربتوه ولا لا انا امس حاولت اجربه بالسيستم بس ما عرفت حق الاضاءه اللي بالنيوك اذا تحط يما اضاءه ليت تفر الاضاءه يتفاعل مع اللايت ما افتكر مو موجوده يعني لانه هو قاعد يسوي الاصعب اجربهم واحد واحد طالع هذا طبعا يعطيك حق الدبث حق شيء ما في اكيد موجود بمكان ثاني اكيد فور شور خلينا ندش على الاي دي نقول له هني يمكن في اختيارات طيب طلع لك الواير فريم يا سلام طالع عجيب عجيب تدري هذا بالكمبوزيت شنو يسوي لك شغلات رهيبه شوف اوبجكت اي دي مع الكلوجن شنو البلاستيك طال البلاستيك شلون طيب شلون سواه بلاستيك فعلا بس لابد في بس احنا مو عارفينها هذه اي دي شنو أدري ما أدري شنو خلنا نرجع مرة ثانية على نقول له فلات نرجع هني إكسترا أتريبيوت هذي أكيد لهم علاقة شيد مود نفس الشيء لا نفس اللي فوق هذي بس اختصارات هي نفس اللي فوق بس اختصارت يعني بدي شيء مع الماتيريال ما في اي دي هني طبعا هذا مو منظفة ال الماتيريالز والأوبجكت مو منظفين مثل ما هم خليتهم أنا فهذه هي المهم راح نلقاها إن شاء الله نلقى راح أبحث عنها لأن أنا بالفعل أحتاجها كثير يعني بالكمبوزيت
ففي شغلة ثانية الحين نشوف إذا حطينا create cube مثلا. لاحظ إن هني نلقى cube. في شغلة بالأرنولد نقول اي بالسبديفيجن تايب في كات كلارك نضغط عليها شوف سوا سموث. يعني تقدر تسويه سموث بالرندر وهني بروكسي تخليه مثل ما هو عشان وقت الحركة. وتقدر تزيد الديفيجن ماله هني الحين محطوط واحد هو نلاحظ محطوط واحد في تكسير شوية. نشيل السيارة نلاحظ ان الكرة فيها تكسير. اما اذا قلنا له الحين واحد سبديفيجن واحد قول له اثنين راح يصير نعم ثلاثة اللي هي كأنك دست رقم ثلاثة بالماء. الحين اذا دزنا ثلاثة هني نفس هني بالضبط. فهذه اذا تبي تشتغل انت على لو بولي بس بالرندر يطلع لك كذي تقدر من هني بالسب ديفيجن كات كلارك تقدر تسويها بالطريقه هذه. هذه هي الاي دي والهذا. تبي تشوف الكلوث ابراهيم؟ اي يا رجل بروب الكلوث. انتوا تسمعوني يا شباب؟ نسمعك ايه حلو. الكلوث طبعا يعتمد على ال السبديفيجن. يعني كل ما تزيد السبديفيجن ماله كل ما يعطيك اكثر نعومه. يعني كذي زين 50 خلينا نخليه بعد. تروح على اف اكس وتقول لهني make cloth سوالنا يا cloth. خلنا نعطيه بس material علشان يبين معانا اللون. طبعا انا الحين خلاص كله ارنولد ما في شيء عندي بيري او خلاص ما في 1%. لا حاليا حاليا لأن بعد ما جربنا ال اوكي اذا نقول نحن 0.05. ايوه صح. يا شو سويت سبيكلر هذا اللون ني هذه مثلا خلينا نقول خلينا نقط هذه ب اوكي. هذا طبعا الكولايد نعطيه كولايد هذا الكولايد. الحين اذا دسنا طبعا لازم اهم شيء يكون بلاي افري فريم لازم عشان يسوي لك السيميليشن صح. فخلنا نخليه كذي دوس بلاي. الحين قاعد يحوش الارض هو قاعد يدش من تحت نشوف نلاحظ انه قاعد يدش تحت. خلنا نخلي هذه بعد لون ثاني عشان يبين معانا صح. هنقول AI standard و خلنا نخلي لون ده عشان يبين معانا. اوكي الحين لاحظ انه قاعد ينزل تحت. نقدر نروح على نروح على النيوكلير ونقول له ايوه ابراهيم ونقول له يوز بلان ايوه يوز بلان صح. هذه هي نرندر مره ثانيه. لاحظ انه سوى لنا اياه بالطريقه هذه.
طبعا اذا بنسوي انيميشن حق هذه والله بعيد صار يعني الحين انا ما سوي ما لعبت بالسكيل للحين لان عندي بالسكيل اوكي نروح على النفلس بالسكيل سكيل اتريبيوت سبيس سكيل نحط 0.3 هنشوف مرات اذا صار المشهد وايد صغير عندك فلازم تصغر هذا اكثر يعني. شوف قاعد ينزل اسرع نسوي كذي انا هذا مو حاطي سموث بعد شوف السموث شلون شوف البلاك هذا اللي ورا هذا الباك سايد افضل تخليه تقدر تشيله من هنا من لايتنج تقول له تو سايد لايت بس هذا ما يشيله من الرندر صح يا ابو نواف لا لا يشيله من الرندر ما له علاقه شوف هو ما له علاقه وين الليت يعني شوف الحين هذا 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 الرندر يعني اذا حطينا الباك لايت شلنا الباك لايت ما له علاقه شوف هني بس الفيو بورت عشان تعرف انت هذا هذا فرونت وهذا باك بس حلو بس وقصه النورمال اي نورمال انها ما يظهر الجزء الخلفي في المجسم المهم يلا معلومة واصل اي المهم يعني نقدر نسوي له ديليت ونقدر طبعا تقدر تحط له شغلات كثيره مثل فيرتكس وتقول له هني بالافكس بن ان كونسترين ترانسفور كونسترين تقدر تضغط بلاي مو هذه طبعا البلاي العادية صار فوق بالترانسفور طبعا افضل انه يكون تسوي كاش دائما تسوي كاش للشغل شوف نلاحظ ان هني كيوب وهني سفير فماخذ هو على الكيوب مو ماخذ على السفير عرفت فنقدر نسوي هذا سموث عادي فيصير لنا يصير سفير وأكيد الكلوث راح ياخذ عليه يعني بما أنه يعني الحين خلينا نسوي له سموث نعطي سبديفيشن 2 كافي نضغط بلاي لاحظ أنه صار أوكي صار دائري على حسب بس هذا هو لاحظ انه ممكن بعيد عنه صح؟ صح اي هني الكولايد تخفف الكولايد عليه شويه يعني خلينا نشوف الحين وين صار او صفقه لحظه خلينا نشيل الانيميشن عشان يبين عندنا صح يصير كبير مثلاً كذي
شوف ما في فتشة. نحط الباك لايت. ما في فتشة صغيرة كلش. تقدر تخففها من الكولايد مال الأوبجكت على الانرج شيب. تقدر هني تقول له ديسبلاي ان شاء الله تطلع عندي. اي اوكي طلعت الاصفر هذا. تقدر تخففه من الثكنس هني. شوف تقدر تكبره. اذا خليته كبير راح يصير فوق. الحين اذا رجعنا شوف نلاحظ الحين بس ينزل. شوف تعلق فوق صار مسافة طويلة كبيرة بينها واللي هي هذه اللي هي هذه. تقدر هذه تقللها انت. كل ما تقللها كل ما ياخذ على الجسم. يعني خلها صغيرة كي يدوب مبين اللون الأصفر وتشيلها تخليه أوف. الحين نزل شوف حتى ماخذ شكل الأضلاع مال السفير. هذا خلينا سموث أكثر. لاحظ إنه أوكي فتشة صغيرة جدا وهذا المطلوب. يعني هذا هو ال وين موجودة البلاي في البلاي ما أدري وين. أيوة أنت شو استخدمت لما علقت البيرتكس فوق؟ رايت كليك فيرتكس. تأشر على الفيرتكس وتروح على الان كونسترين ترانسفورم كونسترين. اها لان انا استخدمت اللي فوق هذا البوينت تو سيرفيس. استوى نفس الشيء ما ادري هل نفس الموضوع ولا البوينت تو سيرفيس يفرق. البوينت تو سيرفيس انك تاشر مع الـ فيرتكس اوبجكت وتقول له مع الـ يصير مع عصا للعلم مثلا او شيء. ممكن لا هم عادة يستخدمونه حق مثلا إذا شفت هذه احنا نسميها القولة اللي فوق يم الرغبة مالت الدشداشة. هذه أيوة. تصير التاتش خلاص مع الجسم القبة مالت الوجه اللي عليها البلنت شيب والسوالف هذه انه ما تعرف. بس صارت قديمة هذه الحين كلها يستعملون الاتراكتف. هذا بعدين إذا تبي نسوي عن الدشداشة شلون واحد يمشي والدشداشة تمشي معاه وكله يعني تبين طبيعية ممكن نسويها بالاتراكتف. يصير بعدين بس في شغلة هني ذاك اليوم اللي هي بيحرك وانا قاعد اشتغل يعني هذا دورنا ذاك اليوم انا لا هم حطوها في مكان ثاني. لحظه خليني اتاكد. هي اعتقد هي اسمها اتراكتيف اي كاي كاي انتر اكتيف بلاي. هنحطها على كاي هذه. يعني الحين اذا اشرنا ايش الفرق بين هذه ها هذه هي كانت موجوده انا حاطها ناس ايش ها طيب هذه كانت موجوده بس الاسم تغير. اي الاسم تغير بس يعني شوف هاي تقدر تحرك وانت لحيف. يعني طبعا ها تعطي انيميشن يعطيك الايحاء الصح. يعني اذا تبي تلفه على شيء معين مثلا يلف لك كذي
على كيرف، تقدر تحطه على كيرف مثلا ويعطيك حق موشن جراف وايد حلو. هذا هو الفلوث والاي دي. حلو اوكي، نلتقي ان شاء الله باكر. بدور الاي دي اللي يسوي لك اي دي على الماتيريال، ولازم نعرف الطريقه اللي نفصلها عليها. النيوك مو اوكي، اما بالافتر افكت اعرف، انما بالنيوك شويه بيلي في زود ينحط يفصل اللون وتاخذ اللون السوالف هذه يعني. ماشي شباب، في شيء ثاني بعد؟ في سؤال؟ في سؤال ايوه. اي تفضل. بس سؤال بخصوص، انتوا عملتوا الميتنج مال السموك؟ ميتنج السموك كنا ما سوينا مال المبخر. قلنا ذاك اليوم انقطع الخط معاك، ما رجعنا نسوي. بس عموما هو ما في شيء، اللي وريتك اياه انا هو بريسيت، اقدر اعطيك البريسيت تركبه عندك، انما انت ما عجبك شكل الدخان اللي طالع، انت تبيه منتشر منتشر بالغرفه كلها. اي لا ما يعني لازم تسوي يمكن واحد ثاني علشان ما يعني ما ادري شنو فكرتك. انا عندنا مباخر بنفس المكان، انت تبي تنشر الافضل انك تسوي اس 2 سموك، والافضل انك تسوي سموك الكومبوزيتنج وتخلص وخلاص السموك حق المنتشر سوي في الكومبوزيتنج. بالضبط بالضبط، ممكن ممكن اذا قصدك تراكنج يعني في الافتر افكت. مو شرط تراكنج، الدخان عموما ما يحتاج تراكنج، تقدر بعد ما تخلص انت الرندر تحط في البارتيكل الوجن فيه دخان بلاوي، دخان خفيف ما راح يصير قوي وايد وحركته بسيطه يعني. وتحطه بالكومبوزيت اد، تحط له اد يصير، ما له شغل لا تراكنج ولا شيء، ما له علاقه. بس زين اذا في حاله ان اذا كان المبخر يتحرك. اي لا، انت الحين تبي دخان طالع من المبخر وتبي دخان موجود بالغرفه. هو شوف نفس الدخان بس ما يرتفع ويصير فيد مثلا فوق، لا ينزل في الكونتينر، ينزل يتوزع شوي بحيث انه اذا مشينا مع الكاميرا تحس انه في فوق يعني في المكان، يعني تحس بجو البخور يعني. هو اعتقد في طريقه، فهمت قصدك الحين، فهمت قصدك، في طريقه اعتقد انه ما نخليه يتلاشى من فوق، خلاص نخليه يطق، اذا طق فوق ينزل تحت بعد يملي المكان. يمكن في طريقة أجربها اليوم، إذا عرفت لها نسوي بكرة. خلاص تم يا كابتن. خوش تمام. أورايت شباب، يلا أوكي شباب، واتساب، باي باي.